السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد طلبة معدلة كلية التجارة. معكم محمد نور الدين الغندور. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم على إيه؟ ملغي وجه في امتحان الجغرافيا. إزاي ملغي وجه في امتحان الجغرافيا؟ العام السابق يا جماعة في معادلة 2022 جابوا حاجة ملغية، جابوا حاجة ملغية، فأنا طبعا وجابوا حاجة كمية أسئلة مش قليلة برضو. كان طب إيه الحاجة الملغية اللي جت ديت؟ الخوف انها تيجي تاني السنه دي. ما انتوا عارفين طبعا ايه ان المنهج واحد، المنهج بتاع العام السابق هو منهج العام الحالي، فبالتالي ممكن يجيبوا الحاجه الملغيه بتاع ديت قبل كده تيجي تاني. طب هي ايه دي بقى؟ اللي هو الجزء بتاع نهر النيل. ايه ده، ما نهر النيل علينا يا مستر في علينا في المنهج. لا، نهر النيل من المنبع لغايه المصب، من اول المنبع لغايه المصب، هو ده اللي جابه في الامتحان. احنا كده عندنا في اصلا فصل اسمه الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، بس ده بيتكلم عن نهر النيل او وادي النيل فين؟ في مصر بس، تمام. ويتكلم على شويه كلام كده على ايه، على نهر النيل من المنبع، بس كلام ما فيهوش الكلام اللي جه في الامتحان. لكن اللي جه في الامتحان ما كانش موجود في الكتاب. ايه هو بقى اللي جه في الامتحان؟ كان بيتكلم على ايه، على المنابع، منابع نهر النيل ايه هي. وده اللي احنا هنجيب الاسئله بتاعته عشان اوريكم بالدليل دلوقتي ونحلها مع بعض، عشان يعني لا قدر الله ولو جابوه تاني، لانه ممكن يجيبوه تاني، لان هو معتبر اللي هو ضمن نهر النيل طالما جابه السنه اللي فاتت، الا لو هو نسي وحطه كده. ودي غريبه، ما ينفعش ان هو في حد وبيحط امتحانات وينسى ان الحاجه التانيه ملغيه ويحطها، يبقى معناها كده انها مهمه، فاهم؟ فبالتالي طبعا الجزئيه ديت لما الدكاتره او المدرسين يجي يشرحوا ما بيلاقوهاش فين؟ في المقرر بتاع ايه؟ بتاع الماده، تمام؟ فبالتالي ما بيشرحهاش، وتفاجئوا ايه؟ في الامتحان، زي ما حصل كده ليه؟ في معادله 22. فبالتالي انا جاي اقولها دلوقتي وباكد عليها عشان لو جات تبقى انت ايه؟ في الامان. ما جاتش يبقى خير، بس لو جات يبقى انت فين؟ في الامان، تمام؟ تعالوا نقول كده بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، ونبدا مع بعض عشان ما نطولش فين؟ في المقدمه. طبعا مش محتاج ابلغكم بقى واقول لكم الكلام اللي ان انتوا عارفينه، دي قناتكم اصلا. شير، اعمل لايك عشان الفيديو ايه ينتشر في كل حته، تمام، وعشان يصل لكل ايه، لكل زبايلك، تمام. طبعا لو اول مره بتشوفني اعمل سبسكرايب وايه وفعل زر الجرس. تعالوا نقول بسم الله كده مع بعض. نهر النيل يا جماعه الاسئله هي يضم حوض نهر النيل عدد ايه ده؟ طب ما دي مش موجوده فعلا في الكتاب. مش موجود، مش موجود. عدد حوض دول حوض نهر النيل في كام دولة؟ عدد الدول يا جماعة عندنا يا جماعة المفروض في 11 دولة، هم 10 دول ودولة مراقب، الدولة المراقب دي اللي هي اريتريا، يبقى هم 11 ايه؟ 11 دولة، تمام؟ طيب جميل جدا. طيب مين هي الدول ديت؟ تعالوا نبص كده مع بعض، الدول دي هي قدامنا عندنا ايه؟ ادي هقول من الجنوب للشمال، ادي بروندي ورواندا، اوغندا، كينيا، تنزانيا. تنزانيا هي، تمام، دي بحيره فيكتوريا من منابع الاستواء، هنتكلم دلوقتي على المنابع لانها هتسال فيها. ادي السودان، طبعا السودان اتقسمت للسودان وجنوب السودان، وادي اثيوبيا، وادي مصر، وادي اريتريا، تمام كده يا جماعه. فهم كده يا جماعه 11 دوله، طبعا السودان دي اتقسمت، فكده هم 11 دوله. اريتريا اللي بيقولوا عليها كانت مراقب هي ديت اريتريا، تمام. طيب جميل، طبعا هم يعني في الغالب ما يسالش على الدول، بس انا قلتها برضو ايه لزياده الاطمئنان. طيب السؤال اللي بعده دوت، قبل بناء السد العالي كانت الدلتا النيل تتقدم على حساب البحر المتوسط بمقدار قد ايه؟ دي موجوده في المنهج على الفروجات في الامتحان السنه اللي فاتت، 4 ايه؟ 4 متر، تمام؟ لان هو بيتكلم على ايه؟ الدلتا، فدي موجوده في ايه؟ في الوادي والدلتا المنخفض الايه؟ الفيوم، في الفصل بتاع الوادي والدلتا. طيب في سؤال قالك 4 ايه؟ 4 متر، تمام؟ ناخد بالنا. وفي سؤال تاني سال بايه؟ مش بالمتر، سال بالقدم برضه في الامتحان بس في فتره تانيه، يبقى 12 ايه؟ 12 قدم، ناخد بالنا من الحته دي، 12 قدم و4 متر. طيب في سؤال تاني بالمره بقى، قوله على الحته دي طالما جت، بيقول لك دلوقتي بعد، طبعا ده الكلام ده قبل بناء السد العالي، طب لما اتبنى السد العالي، لما اتبنى السد العالي اصبح الايه؟ الطمي ده ما بيوصلش ليه؟ ما بيوصلش للسهل الفرضي ولا للدلتا، خلاص ما هو السد العالي منعه، تمام؟ فاخذت بقى الدلتا تتراجع بدل ما انها تتقدم، هي كانت بتتقدم لما كان قبل بناء السد العالي، اخذت انها تتراجع حوالي 1 كيلو، يعني لما بعد بناء السد العالي يعني الدلتا بدات ايه؟ تتراجع حوالي 1 كيلو. الكلام ده على فكره موجود في الكتاب، هقوله وهوريه لكم حتى بسرعه كده، تمام. بص كده معايا هنا اهوت، طبعا هنا بيقول لك ايه، كانت تتقدم الدلتا حوالي ايه؟ 12 اهوت قدم في العام، وبعد كده ايه؟ اللي هو 4 متر. شايفين يا جماعه، يا اما اجيبها كده او كده، تمام؟ بتتقدم يعني بتزيد. ده ايه؟ قبل بناء السد العالي. طب بعد بناء السد العالي تحت ايه؟ بعد بناء السد العالي
وحجز الطمي النيل امام السد وخروج المياه خلف السد. بيقول لك اخذت الدلتا ايه او اصبحت الدلتا تتراجع سنويا، خاصه المناطق اللي الرؤوس المتقدمه زي رؤوس رشيد وبلطيم ودمياط، تمام، اللي هي في الدلتا، وبلغ التراجع اكثر من 1 كيلو. طبعا رقم كبير، يعني ما يقرب من كيلو تتراجع الدلتا، بعد ما كانت بتزيد بقت بتقل. المهم، طب دي حته عندنا في المنهج يا مستر، وانت قايل بقى العنوان عشان الحته ديت السؤال الاولاني ده وخلاص. لا، الاسئله اللي جايه دي كلها جت في الامتحان السنه اللي فاتت. ليه؟ اني رافد هو اخر الروافد التي تصب في نهر النيل. انت لو انت مش دارس نهر النيل مش هتعرف هو السباط ولا العبره ولا ايه، ولا بحر ايه، بحر الجبل. تعالى بقى نجيب ايه، نجيب كده الايه، نهر النيل كده، نجيب الخريطه الثانيه اللي جنبها. ثواني، في خريطه ثانيه لنهر النيل ايه توضح لنا كمان، او الخريطه دي، تمام. ادي نهر النيل اهو. بص يا جماعه، من المنبع لغايه المصب، اولا مصر في الحته اللي فوق دي بس. انا كنت جايب الخريطه بتاع نهر النيل الثانيه ده عشان توضح الدول. طيب دي ايه اللي قدامنا دوت؟ لو لاحظتوا معايا كده يا جماعه، ادي بحيره فيكتوريا تحت، الحته اللي تحت بحيره فيكتوريا وبحيره كيوجا وبحيره البرت وبحيره ادوارد موجوده على حاجه اسمها هضبه البحيرات. بيقولوا عليها هضبه الايه؟ البحيرات، او هضبه البحيرات الاستوائيه. جميل، اسمع مني بقى المعلومتين دول، لان هم دول اللي هيحلوا لك بقى الاسئله عشان ما نرجعش تاني. تمام، المنابع اللي تحت دي بنسميها منابع البحيرات او منابع البحيرات الاستوائيه، لانها قريبه منين؟ من او من قريبه من خط الاستواء. بنسميها برضو منابع البحيرات الاستوائيه او هضبه البحيرات الاستوائيه لانها هضبه. جميل، يبقى كل دي اسماء عشان لو جت في الامتحان باي اسم، هضبه البحيرات، قال لك هضبه البحيرات الاستوائيه، تمام كده، عشان بس تبقى انت واخد بالك. طيب ايه البحيرات؟ احنا قلنا اسمائها اهي خلاص. طيب بعد كده الجزء اللي هنا دوت اللي هو بحر العرب وبحر الغزال وبحر الجبل وبحر الزراف والسباط، ده كله تبع نهر النيل على فكره. ده بنسميها منطقه بنسميها اعالي النيل، وتعتبر ضمن الاقليم المناطق الايه؟ الاستوائيه، يعني تبقى ضمن ايه؟ ضمن المنابع الاستوائيه. دي بنسميها على بعض المنابع الايه؟ الاستوائيه، او منابع البحيرات الاستوائيه. تمام، معنا بقى البحيرات الاستوائيه اهيت، دي على بعض كده لغايه هنا نعتبرها منابع بحيرات استوائيه، تمام، لغايه الحته ديت ما بندخلش السباط معاهم. السباط مش معاهم، تمام كده، دي منابع ايه؟ بحيرات استوائيه، سامع كده؟ تمام. طيب ده اولا الميه اللي بتيجي من هنا عشان توصل لنهر النيل بتيجي طوال العام، يعني طول السنه بتدي ميه، كام في الميه يا مستر؟ 16%، 16%. طيب جميل، 16% دول اللي بيجوا يوصلوا لنهر النيل، يعني لغايه ما بيصبوا في البحر المتوسط. جميل جدا. طيب في مشكله في الجزء ده؟ لا. طيب المنابع اللي بتيجي هنا ديت الميه طوال العام، طوال ليه؟ العام، عشان لما هيجي سؤال كمان شويه مش هرجع للخريطه، تمام، يبقى طوال العام المنابع ايه دي؟ طوال العام بتدينا ميه، وبتدينا بس كميه مش كبيره 16%. طب ايه المنابع الثانيه؟ قال لك فوق هضبه ثانيه اسمها هضبه هضبه الحبشه، او بنسميها هضبه اثيوبيا، اللي هي الحته دي فيها مين بقى؟ فيها السباط والنيل الازرق والعقبره. بالمناسبه يا جماعه السباط عشان تبقوا عارفين، تمام، هو تبع المنابع الحبشيه، تمام، تبع المنابع الحبشيه اللي هي هنا ديت، تمام. بس في ايه؟ هو في جزء منه اللي هو دوت اللي رافد ده بيدي للسباط، وده جاي من ايه؟ الاستوائي. والجزء ده جاي منين؟ من الحبشي. بس هو اغلبيته جاي منين؟ يعني معظم الميه جايه من الحبشي، واضحه كده؟ بس انا باكد بالحته دي. طيب لغايه كده كويس. التلاته دول مهمين، دول مهمين جدا جدا جدا، لانه بيدوا نسبه الميه اللي بيدوها حوالي 84%. اربعه وكام؟ 84%، يعني معظم الميه جايه من هنا. بس بقى المنابع ايه؟ موسميه، يعني فصل الصيف بس. فصل ايه؟ الصيف، عشان لما يجي السؤال كمان شويه. فصل الصيف بس، اللي هو ايه؟ اللي هي دي هضبه الايه؟ هضبه الحبشه. جميل جدا، الله ينور عليك يا دكتور او يا مستر. تمام، بصوا معايا كده هنا، شايفين الحته ديت؟ تمام، ديت بحيره اسمها بحيره تانا. بحيره ايه؟ تانا. لما يجي اقول لك ايه؟ من البحيرات اللي في من هضبه البحيرات الاستوائيه، او من منابع الاستوائيه، تمام، يقول لك بحيره تانا وبحيره فيكتوريا وبحيره ادوارد، وراح حاطط معاهم تانا. لا، تانا مش معاهم في الاستوائيه، تانا في الحبشيه، يبقى دي غلط، لان دول هم اللي تبع الاستوائيه. واضحه كده يا جماعه؟ طيب جميل، طيب جميل. وبعد كده مين؟ العطبره. يبقى كده يا جماعه دول ايه؟ الروافد بتاع ايه؟ بتاع الحبشيه، السباط، النيل الازرق، العطبره. السباط بادي من ايه؟ من بحيره اسمها تانا، عشان هيجي برضه سؤال كمان شويه في الحته دي. في مشكله في الكلام ده؟ تمام، جميل، الله ينور عليكم كلكم ان شاء الله. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب جميل جدا. طيب لغايه كده كويس. تعال نبص مع بعض كده في الحته اللي جايه دي برضو من الاسئله. مين اخر رافد؟ يعني ايه كلمه رافد يا مستر؟ يعني ايه رافد؟ يعني ايه كلمه رافد؟ فهمني. رافد دي يعني بتغذي المجرى الرئيسي، ده المجرى الرئيسي بتاع نهر النيل اهوت اللي ماشي على طول ده، شايفينه؟ طب بيدي ميه، الرافد ده بالدال بيدي ميه لايه؟ للمجرى الرئيسي، يعني عطبره ده بيدي، طب النيل الازرق بيدي ميه، وبرده ايه السباط بيدي ميه، والبحيره بيكتور. كل ده بيدي ميه لايه؟ للايه؟ للمجرى الرئيسي لنهر النيل. طب جميل.
طيب واضحه كده الفكره يعني ايه رافد. اخر رافد لنهر النيل بقى، حد هيقول لي لا تحت هنا بحيره فيكتوريا، لا يا جماعه اخر رافد احنا ماشيين من الجنوب للشمال، يعني ايه يعني ال 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 الارض منحدره من الجنوب للشمال، يعني الحته العاليه هي اللي تحت، يبقى اخر رافد مين؟ العطبره. طب لو الحته العاليه هي اللي فوق، لا ده كان البحر المتوسط غرقنا ونهر النيل ما كانش هيبقى موجود، لا ده الحته العاليه هي اللي تحت، فبالتالي هي جايه كده ايه من الجنوب للشمال لغايه ما بيصب في البحر المتوسط، تمام كده؟ طيب جميل. بص معايا كده، طبعا انا قلت لو قلت البحر الاحمر لا البحر المتوسط، تمام يا جماعه؟ طيب ادي يبقى اخر رافد مين؟ هو العطبره، هو نهر العطبره، اخر رافد لنهر الايه؟ العطبره. دي اسئله كلها جت في الامتحان السنه اللي فاتت اللي انا بقولها في النص دي. جميل جدا؟ تمام. طبعا في كده انا قلت ايه؟ قلت التفاصيل. طب نسبه الميه اللي جايه من هنا قد ايه؟ 84%. طيب جميل. طب نهر النيل بيوصل ميه لمصر، كميه الميه بتاعتنا قد ايه؟ 55.5 مليار. تمام. وكميه الميه بتاع السودان قد ايه؟ 18.5 مليار وفق اتفاقيه. جميل جدا، دي برده من ضمن الحاجات اللي موجوده المهمه اللي انت تبقى عارفها. جميل. طيب بالمناسبه بقى معلومه كمان عشان نبقى، النيل الازرق هو اهم رافد لنهر النيل، بيجيب ميه كتير قوي، بيجيب 56% يعني الثلاثه دول مع بعض 84%، ده لوحده 56% يعني حوالي 52 مليار متر مكعب بيجي من النيل الازرق يا ابوي، وبدايته طبعا بحيره تلزمون، يعني ده اهم واحد. وبالمناسبه ده اللي اتبنى عليه سد النهضه، سد النهضه الاثيوبي في المكان ده كده اتبنى ايه؟ سد النهضه. الله ينور عليكم. تمام. طيب صلى على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام كده يا جماعه. طيب ايه تاني؟ طبعا ان العطبره ده حوالي 13% والصوبات حوالي 15% بيدي ميه حوالي 15%. تمام، في مشكله في الكلام ده؟ طيب كلهم مع بعض زي ما قلنا 84%. في مشكله في الكلام ده كده زي الفل. يبقى دي الاسئله اللي ممكن ايه تيجي قدامنا دلوقتي وجات السنه اللي فاتت، جات في معده 22 كاتب حتى جنبيها، دي كل الاسئله اللي جايه دي كلها معده جت في 22. رافد نقط هو اخر رافد التي تصب في نهر النيل، طبعا مش هقول بقى تاني خلاص العطبره انا هحل على طول بقى، كل رافد النيل رافد استوائيه ما عدا مين؟ ما عدا النيل الازرق. تمام تمام يا مستر، ما انت قايل الصوبات برده مش استوائي، ما هو مش استوائي بس ايه؟ بس في منه حاجه كده تبع الايه؟ تبع زي ما قلنا كده تبع المنابع الايه؟ الاستوائيه، اللي هو رافد تبع المنابع الاستوائيه ورافد جاي له منين؟ المنابع الحبشيه. طيب المفروض ما كانش جابه في الاختيارات على فكره، المفروض تمام، ولكن هو جابه، بس ده خالص بقى ده كله حبشي، كله ايه؟ حبشي، يعني هو بيقول لك كله رافد النيل رافد استوائيه ما عدا مين؟ ما عدا النيل الازرق، لان النيل الازرق ده ايه؟ رافد حبشي. طيب يخرج النيل الايه؟ الازرق من بحيره ايه؟ النيل الازرق بيخرج بحيره تانا. طيب الاسئله اللي جايه ديت خلاص خلصت كده؟ لا، كل دوت جه في ايه؟ في المعادله بتاع 2022 اللي جاي ده، تسقط الامطار على المنابع الحبشيه، احنا قلنا في فصل الصيف لانه موسمي، تسقط الامطار على المنابع الاستوائيه طوال العام. تمام، خلاص بقى انا هحل على طول. تمد ايه؟ تمد هضبه البحيرات نهر النيل بالمياه في فصل. هضبه البحيرات ايه؟ مين هضبه البحيرات ده؟ احنا قلنا بقى لما اقول هضبه البحيرات، عشان بص هو برده ما قالش استوائيه كلمه ايه تريح ضميري، لا ما هضبه البحيرات دي هي اللي فيها البحيرات اللي هم زي ما قلنا ايه فيكتوريا والبرت وادوارد، يبقى هضبه البحيرات دي اللي هي المنابع الاستوائيه. جميل. بتمد ايه نهر النيل ايه؟ تمد هضبة البحيرات في فصل برضه ايه؟ طوال الايه؟ طوال العام. يبقى ديت سواء جه كده باللفظ ده او جه كده باللفظ ده، ايه ده يا مستر؟ هما الاثنين جم في الامتحان؟ لا، ما دي جت في فتره ودي ايه؟ جت في فتره ثانيه عشان يغير بس ايه؟ الالفاظ شويه وما يخليش تشابه نصي يعني. تم بناء سد النهضه على ايه؟ الاثيوبي. طبعا احنا قلنا بقى خلاص سد النهضه الاثيوبي على ايه؟ على النيل الازرق. طيب من اهم المنابع الحبشيه، طبعا خلاص اهم منابع حبشيه، ايه ده ما كل دي منابع حبشيه؟ لا هو عايز اهم واحد، اهم واحد النيل الازرق، لان ايه كام؟ 56% زي ما قلنا. تبلغ حصه مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار، واحنا قلنا السودان بتاخد 18.5، ايه؟ يبقى دي الاجابه، السودان 18.5. يدخل نهر النيل لمنخفض الفيوم عن طريق ايه؟ ترعه ايه؟ بحر يوسف. ترعه بحر ايه؟ يوسف. في سؤال تاني بقى يا جماعه، يبقى نهر النيل كده بيخش المنخفض الفيوم عن طريق ترعه بحر يوسف. طيب بالمناسبه ساعات برضو في سؤال جه تاني مش فاكر انا كاتبه هنا ولا لا، بيقول لك بحر يوسف اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بحر يوسف يخرج من ترعه مين؟ بيخرج من ترعه اسمها ترعه الابراهيميه، يخرج من ترعه اسمها ترعه، يعني سؤال تاني لوحده، بحر يوسف يخرج من ترعه اسمها الابراهيميه. طيب السؤال اللي بعده، بدأ نهر النيل يشق واديه فوق الاراضي المصريه في اواخر عصر الميوسين، اواخر عصر الايه؟ الميوسين. في برضه حته على الميوسين ديت اللي هو كان في عصر مطير في الميوسين برضه. يدخل نهر النيل ارض مصر من اقصى الجنوب عند وادي حلفه، يعني بص كده معايا لو جبنا الخريطه كده
طبعا مصر هنا في الحته دي في وادي حلفه في الجزء ده كده تمام. طب تعالى بس اجيبها في ايه، في خريطه تانيه. على فكره ده ايه، دي منابع الايه الاستوائيه هي اللي هي كده احنا قلنا اللي هي تحت دي تمام كويس. دي خريطه ايه، طيب تعالى شوف كده. هنا وادي النيل بيخش من وادي حلفه تحت هنا خالص تمام كده. طيب جميل، السؤال اللي بعده. اقصى اتساع للسهل الفيضي عند محافظه بني سويف. يخرج نهر كيوجا من بحيره فيكتوريا. يعني بصوا كده يا جماعه، ادي بحيره يعني بحيره فيكتوريا، هو بيخرج منها نهر ايه كيوجا، بيخرج منها نهر ايه كيوجا تمام كده. طيب تعال نبص بعد كده على تبلغ مساحة الدلتا. طبعا 5 مليون فدان يا جماعة. الأسئلة اللي غادية بقى إيه، خد بالكم برضو في مجموعة أسئلة هنقولها دلوقتي بصح وغلط، بس بالمرة كمل بقى الاختياري تمام. تبلغ مساحة الدلتا كام؟ 5 مليون فدان، اللي هي كام؟ 22 ألف كيلو، يعني ممكن تيجي كده أو كده. تنفصل البحيرات الساحلية عن البحر المتوسط بواسطة البحيرات الساحلية اللي فوق اللي في الشمال، هم أربعة على فكرة، طينية رملية تمام، اللي هي حواجز طينيه رمليه، حواجز طينيه رمليه. هكمل بعد كده الاسئله اللي بعديها. توجد بحيره قارون فين؟ في الفيوم. توجد بحيره امبرولوس في شمال ايه؟ شمال الدلتا تمام. ناخد بالنا لو جبنا الدلتا كده مع بعض، مش عارف كل ما اجيب ادي الدلتا يا جماعه، بصوا يا جماعه دلتا اهي الدلتا اهي، يعني بحيره المنزله بكرولوس اتكو ماريوت تمام. ناخد بالنا عشان هو هيجي يسال كمان شويه، هيسال يقول لك هم كام بحيره في الدلتا، هم اربعه تمام. ايه ده ايه ده، هو مش بردويل معاهم؟ لا بردويل مش في الدلتا، بردويل ديت لو انا كملت الخريطه موجوده في شمال سيناء تمام، يبقى في الدلتا هم اربعه، اللي هم الاربعه اللي انا قلتهم دول. طب اكمل، هنكمل يا جماعه بقى الجزء ايه، الجزئيه ديت برضو بالمره زي ما قلنا. طبعا توجد بحيره البرولوس احنا قلنا فين؟ في شمال الدلتا خلاص. تبلغ مساحه محافظه الفيوم 1.2 كيلو متر مربع، او ممكن اقولها 1200 كيلو متر مربع. ما هي 1.2 هي لما اقول 1200 تمام كيلو متر مربع تمام، 1.2 كيلو متر مربع او 1200 كيلو متر مربع. ده السؤال جيب اللفظ دوت في الامتحان يمكن في فتره رابعه 2022. المسافه من دخول نهر النيل الى مصر في الجنوب عند وادي حلفه، جميل جدا، من اول وادي حلفه لغايه القاهره يا جماعه 1200 كيلو. اعرفوا من بقى دوت عشان جم. وفي سؤال برضو جه السنه اللي فاتت برضو، مش عارف انا جايبه هنا ولا لا. المسافه من دخول نهر النيل لغايه البحر المتوسط 1536 كيلو تمام، 1536 كيلو من نهر من وادي حلفه لغايه البحر المتوسط. طب من وادي حلفه لغايه بس القاهره؟ لا 1200. دخلنا بالنا من السؤالين. تعالى نشوف بقى السؤال الغريب ده، ايه ده ايه ده، هو السؤال ده موجود في الكتاب؟ سؤال موجود في الكتاب. تلتزم القناه النهريه لنهر النيل الى الشمال من نجع حمادي الجانب الايمن من واديه، وذلك لسببين. ايه هما السببين؟ الرياح الشماليه الايه الغربيه، عندنا الاتجاه الشماليه الرياح الشماليه الغربيه بتسبب انها بتزق الايه الوادي بتاع نهر النيل الجانب الايمن ناحيه الايه اليمين، يعني المجرى بيجري ناحيه اليمين شويه من السهل الفيضي مش في النص، فاهم قصدي؟ طيب ثواني كده اوريكم على الخريطه تمام. هي موجوده اهي قدامكم في الكتاب حتى، بصوا كده معايا شايفين، هو دي الحته اللي بقول عليها. شوف المجرى المفروض بيجري في النص هنا، لا هو اتزق واتحط على الطرف كده. طب ليه يا عم كده، ايه اللي حصل؟ هو ده بسبب الرياح اللي الشماليه الغربيه، وبسبب حاجه اسمها قانون كوريليوس او بنقول عليه قانون فيرل. ايه قانون فيرل ده؟ قانون فيرل ده يا جماعه بيقول ان الاجسام في نصف الكره الشمالي، وطبعا مصر في نصف الكره الشمالي تمام؟ مش احنا بنقول ايه 22 شمالا و31 درجه و36 دقيقه شمالا، ما شمال الخط الاستوائي، يبقى دي نصف الكره الشمالي تمام؟ الاجسام بتتجه ناحيه اليمين، يعني لما تيجي تتحرك تتجه ناحيه الايه؟ اليمين، لما تيجي تتحرك كده اهو بيرمي ناحيه يمين، بيرمي ناحيه الايه؟ اليمين، واضحه الفكره؟ طيب جميل، يبقى كده الاجابه هو الرياح الشماليه الغربيه وايه؟ وقانون فيرل. قانون فيرل دوت اللي هو بيقول ايه، يشير ان الاجسام المتحركه اللي هو ايه، يبقى الاجابه هي فيرل او كوريليوس، يشير ان الاجسام المتحركه في نصف الكره الشماليه تلتزم يمين اتجاه. طب كلمه الفيوم كلمه فرعونيه تعني البحيره. طول ساحل الدلتا اللي انا جبتها، طبعا طول ساحل الدلتا 220، طولها من نقطه التفرع الى البحر المتوسط 170. الكلام ده ازاي يعني؟ هي القاعده دي شايفينها 220 كيلو القاعده. طب من اول هنا، من اول النقطه بتاعت القاهره جت هنا دي 170 كيلو، فهمت الفكره؟ طيب جميل، انا بحاول ان انا اوصلها بحيث ان الرقم يتحفظ واحنا شغالين. طيب اصغر الاقاليم، ده سؤال برضه في المعادله، اصغر الاقاليم الفلوجيه في مصر طبعا هو مين؟ وادي النيل ودلتاه ومحافظه الفيوم. على فكره الثلاثه مع بعض مساحتهم 36000 كيلو متر مربع تمام، عشان لو جه سؤال ثاني. طيب اللي هم كام؟ 3.6% من مساحه مصر، 3.6% من مساحه مصر تمام. وبالمناسبه هو دول اكثر منطقه او اكثر اقليم عايش فيه السكان، هو الاقليم الصغير ده اللي هو 36000 ده، اللي هم 98% من سكان مصر عايشين عليه، طبعا عشان الميه وعشان الايه باقي الاسباب اللي احنا خدناها قبل كده في السكان. لا يزيد ايه؟ لا يزيد اقصى اتساع لنهر النيل في الوادي
اقصى اتساع لنهر النيل في الوادي ما يزيدش عن 30 كيلو. لا يزيد يعني لا يزيد عن 30، لان هو اقصى اتساع اصلا 26 كيلو عند بني سويف. 26 كيلو عند ايه؟ عند بني سويف. هنقولها كمان شويه. اقصى اتساع لنهر النيل في الدلتا احنا قلنا 220 اللي هو القاعده. طب مساحه الاقليم احنا قلنا 26 36000 كيلو. يمثل قد ايه النسبه؟ 3.6. خلاص احنا بنحل اهو. حيز او تجويف تمام تجري فيه مياه نيل هو وادي النيل. تمام. طيب مساحه وادي النيل قد ايه يا جماعه؟ مساحه وادي النيل 13000 كيلو متر مربع. طبعا وادي النيل ده اللي هو، بص كده لو جبنا الخريطه تاني عشان بس يبقى الناس فاهم، ادي وادي النيل اللي هو ده. ده مساحته قد ايه بالسهل الفاضي؟ 13000 كيلو. طيب الدلتا قد ايه مساحتها؟ 22000 كيلو. طب 13000 كيلو دول اللي هم كام فدان؟ مليون فدان، 3 مليون فدان. طيب الدلتا 22000 كيلو اللي هو كام مليون فدان؟ 5 مليون فدان. عشان بس ما اضحكش عليك وتجيب السؤال بالفدانين وانت ما بتعرفش تحله. يمتد وادي النيل لحظه دخوله مصر عند وادي حلفه حتى البحر المتوسط، احنا قلناها من شويه 1536 كيلو. يمتد وادي النيل لحظه دخوله عند وادي حلفه الى القاهره 1200 كيلو. اقصى اتساع لنهر النيل تمام، طبعا هو هنا اقصى اتساع لنهر النيل فين؟ في السهل الفيضي او في الوادي. تمام، في السهل الفيضي، لانه مش يعني ايه ليه بنقول في السهل الفيضي؟ عشان ما نتكلمش على الدلتا هنا. تمام، او في الوادي. ممكن لو قلت في الوادي الاثنين صح بقى، انا يعني مش مشكله. تمام كده. طيب انا هشيلها خالص. طيب اللي هو كام يا جماعه؟ 26 كيلو اللي هو عند مين؟ عند بني سويف. اكمل بعد كده نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اذكر الله لا اله الا الله. تلتزم القناه النهريه لنهر النيل كام؟ احنا قلنا الجانب الايمن بقى خلاص. يوجد نهر النيل فيه كام جزيره؟ في 300 جزيره. طيب يا جماعه هو اللي انت بتحله معانا دوت ده ايه؟ ده الوادي والدلتا ومخافض الفيوم الجزء ده. طبعا اللي عدى الجزء اللي انا قلت لك في الامتحان اللي هو الاسئله بتاعت نهر النيل اللي انا ايه؟ اللي انا اكدت عليها معاكم، اللي انا اكدت عليها ايه؟ معاكم. تمام؟ طيب بالمناسبه هو في منها اسئله تاني؟ في منها اسئله تاني في صح وغلط هقولها دلوقتي، يعني الناس ايه؟ وانت بتراجع كده ايه الفصل ده بالمره. تبلغ مساحه مخافض الفيوم 1200 كيلو، احنا قلناها مخافض الفيوم تربطه ايه؟ تونية، وتصل فتحة اللاهون عن طريق بحر يوسف. تمام، يخرج بحر يوسف من ترعة الإبراهيمية. ده غير السنة اللي فاتت على فكرة، السؤال ده حتى امتحان، ده امتحان معادلة يعني المفروض يبقى جنب امتحان. توجد بحيرة المنزلة فين؟ في شمال ايه؟ احنا قلناها بقى مش هجيبها تاني، شمال الدلتا. طب بحيرة مريوط في شمال الدلتا، ايه ده بحيرة البردويل؟ لا، أنا جايبها مع بعض هنا اهوت عشان تبقوا عارفين. بحيرة البردويل أو بحيرة تانية اسمها الزرانيق موجودة في شمال سيناء. تمام، البحيرات اللي موجودة شمال الدلتا هم أربعة احنا قلناهم. منزلة بورولوس، إدكم، مريوت. اللي هو موجود دلوقتي بردويل دوت موجود شمال سيناء. طيب احد الاشكال التي تكونت، اكمل بقى بسرعه ده بسرعه كده عشان مش عايز اطول انا هنا. احد الاشكال الارضيه الارسابيه التي تكونت عند مصبات النهر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ايه عند مصبات النهر؟ عند المصب يبقى الدلتا على طول. تمام، لو عند المصب يبقى الدلتا. تمام، عند المصب لانه بيصبوا فين؟ النهر بيصبوا في البحر المتوسط. الدلتا على شكل ايه؟ مثلث. ومساحه الدلتا احنا قلناها خلاص بقى 22000 كيلو. يبلغ طول الايه؟ ساحل الدلتا 220. تتصل البحيرات الشماليه اللي احنا قلنا عليها ديت يا جماعه، او البحيرات الساحليه اللي احنا قلنا عليها دي بتتصل بايه؟ بتتصل بايه؟ بفتحات بنسميها بواغيز. الفتحات ديت يا جماعه، الفتحات اللي موجوده هنا ديت بسميها ايه؟ بوغاز. بسميها ايه؟ بوغاز. جه برده السؤال ده في الامتحان السنه اللي فاتت. بيقول لك قبل بناء السد العالي قبل تقدم 12 قدم. سجل اقصى اتساع للسهل الفيضي النهر النيل عند بني سويف. تبلغ مساحه الوادي 13000 كيلو. الوادي ده بيعرف بالصعيد، الوادي هو الصعيد يا جماعه، او محافظات الوجه الايه؟ القبلي اسمتين، او مصر العليا، دي كلها اسماء صح. على الصعيد دي كلها اسماء صح. طيب تبلغ مساحه اقليم دلتا النيل 22000 كيلو، وتسمى الدلتا، ده جه برده في السؤال، وتسمى الدلتا ايه بقى؟ مصر السفلى. مصر السفلى لان الجزء اللي هناك ده منخفض. يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني لو كده ايه جبنا دوت الجزء ده اللي تحت ده مرتفع عشان كده بنسميه مصر العليا، والجزء دوت ايه؟ منخفض، الارض منخفضه واطيه يعني، عشان كده بنسميها مصر السفلى. طب مصر السفلى ديت ممكن نسميها الدلتا، ممكن نسميها مصر السفلى، ممكن نسميها محافظات الوجه البحري، كل دي اسماء صح. الله ينور عليك. طيب نكمل كده مع بعض. الاسئله بقى هي اللي قلت لكم جت يعني ايه؟ تمد المنابع الاستوائيه نهر النيل بنحو 16% صح. منابع الحبشيه تدي 84% ودي 16%. لولا بحيره ناصر لكانت مصر امتداد للصحراء الكبرى. غلط، لان لولا نهر النيل، يعني لو وجود نهر النيل كانت ايه؟ مصر امتداد لايه؟ الصحراء الكبرى. ارجع نشاه منخفض الفيوم الى التعليه الهوائيه، دي خطا.
امال ايه التعريه الهوائيه والتعريه المائيه ودرجه اقل للعوامل التكتونيه. العوامل التكتونيه دي العوامل الباطنيه. اهو السؤال اللي انا قلته وانا بشرح، يوجد فوق ايه عدد بحيرات الاستواء عده بحيرات، منها بحيره فيكتوريا والبرت وتانا، تمام؟ طيب اه طبعا الاجابه خطا. ليه؟ لان هما صحيح فيكتوريا والبرت دول فوق البحيرات، هدول البحيرات، بس تانا لا، احنا قلناها على الخريطه، تانا ديت ايه؟ حبشيه. الحمد لله رب العالمين. طيب نكمل كده مع بعض. يجمع ايه مخابط الفيوم بين خصائص، ده غير برضه السؤال دوت في المعادله، خصائص الفيوم مخابط الفيوم يجمع بين خصائص المخابطات الصحراويه المغرفه الصحراويه الغربيه طبعا، وبين خصائص الوادي والدلتا، صح؟ لان البحر يوسف دخل بالطمش فعمل ايه؟ فعمل كده ايه؟ جمع، انه بيحاول مخابط الفيوم في خصائص التربه بتاعت الوادي والدلتا، وفي كمان خصائص المخابطات الايه؟ الصحراويه. يوجد جبل قطران شمال غرب الدلتا، صح. يبلغ عمق بحيره قارون 8 كيلو، صح. تمثل طبعا دي كلها معلومات موجوده ايه؟ دي اللي هي شويه دول موجودين في الكتاب. تمثل بحيره ايه؟ قارون مصرف طبيعي لاراضي الفيوم، صح. الاراضي الزراعيه بالفيوم تنصرف معظم مياهها طبيعيا الى بحيره قارون، واصطناعيا احنا عملنا اصطناعيا فعلا نحو منخفض وادي الريان، صح. وعلى فكره بالمناسبه يا جماعه منخفضين ما بيبقاش فيهم سكان، منخفض القطاره ومنخفض وادي الريان بالمناسبه يعني، تمام؟ ما فيهمش سكان، ده الجزء ده احنا قلناه في السكان. طيب يتميز السهل الفيضي بالاتساع كلما اتجهنا شمالا، تمام. بالنسبه للسهل الفيضي دي انا عايز اقول معلومه برضو يا جماعه، السهل الفيضي اكتر يعني متسع اكتر جهه الشرق ولا جهه الغرب؟ يعني شرق النيل ولا غرب ليه النيل؟ تعالوا نبص كده، يعني جهه الشرق هنا اكتر ولا جهه الغرب؟ لا جهه الغرب اكتر. يعني لو سال شرق ولا غرب، طبعا شمالا كل ما نتجه شمالا السهل الفيضي ايه بيتسع او بيزيد. برضو في معلومه ثانيه، الشرق اكتر ولا الغرب؟ لو سال شرق وغرب بس، طبعا لو سال بس كده بشكل عام هقول شمال، كل ما اتجهنا شمالا بايه بيزداد الايه السهل الفيضي. طب لو سال على النهش في الشرق ولا في الغرب اكتر؟ لا في الغرب اكتر كميه الرواسب. طيب طبعا صح. مساحه الوادي صح طبعا 3 مليون فدان. نهر النيل من انهار العابره، العابره يعني بيعبر ايه؟ بيعبر دول كتيره، احنا قلنا الدول اللي احنا قلناها، وبيعبر كمان ايه؟ وبيعبر اقاليم مناخيه مختلفه، الاقليم الصحراوي واقليم بحر المتوسط واقليم قبلها استوائي وشبه استوائي وموسمي، تمام. مساحه مخفض الفيوم 1200 كيلو متر مربع، يمثل 290,000 فدان. 290,000 فدان دي برضو تبقى عارفها، 1200 و290، صح. يتراوح شكل ايه مخفض الفيوم بين الدائره والمثلث والكاس، صح. خدوا بالكم عشان ايه دايره، لو جبت انا ايه لو جبت الخريطه طبعا ايه مش مشكله اجيب الخريطه، المهم دلوقتي انتوا تبقوا عارفينها على طول ان ايه الفيوم دايره ومثلث وايه وكاس. انا اوريها لكم كده على الخريطه كمان، تمام. ادي شايف يا جماعه الفيوم ده مخفض الفيوم، هتحس انها دايره وفي نفس الوقت تحس انه مثلث شكل كاس. برده في صوره ثانيه توضح اكتر اهي، ده هو يا جماعه شايفين، ده على فكره فتحه اللاهونه اهي، ده بحر يوسف داخل من الحته ديت شايفين. برده في خريطه ثانيه اهي او في صوره فضائيه ثانيه شايفينها يا جماعه. طيب جميل، ده كده ايه حتى ساعات بيسموها شبه ورقه الاسفندان، تمام. مش ورقه زي ورقه الشجره اهي شايفينها، ورقه التوت شايفها، تحس انها شبه كده. دي كلها صحيح اللي احنا قلنا ايه انها كاس وايه ودايره وفي نفس الوقت ايه. طيب جميل، طب خلصت فروع الدلتا من 9 الى 7 ثم 5 ثم 2، طبعا صح دي جايه بالنص من الكتاب. لولا التدخل البشري لاندثر، اندثر يعني اختفى فرع الرشيد لحساب فرع دمياط، تمام. الاجابه ايه؟ صح، تمام كده. اراضي شرق الدلتا اكثر ارتفاعا من اراضي وسط وغرب الدلتا، صح. يدخل نهر النيل مصر من اقصى الجنوب عند وادي حلفه نحو ايه الشمال لمسافه 1536 كيلو حتى البحر المتوسط، صح. تمام، نهر النيل ياخذ شكل طوليا ويشبه زهره اللوتس، صح يا جماعه شايفين حتى في الـ شايفين الصوره دي، شبه زهره اللوتس اكنها ورده فوق يعني، تمام. وده الساق بتاعها. طيب جميل جدا. على فكره هو ساعات بيقول لك ايه في حته كويسه انا افتكرتها كده اقولها بالمره، بيشبه وادي النيل كله بمنخفض الفيوم، يعني بحر يوسف اكن بحر يوسف اللي دخل من الحته دي اكنه هو ايه اكنه هو نهر النيل، تمام. والدلتا اكنها هي ليه هي الفيوم، الحته اللي جوه في الفيوم، واضحه كده بيشبههم ببعض. لولا نهر النيل طبعا ايه ما كانش هيبقى في حياه في مصر، برضه لولا مين ما كانش هيبقى في حياه في الفيوم، لولا ايه؟ لولا بحر يوسف طبعا بفضل الله الاثنين، تمام. لولا بحر ايه يوسف، واضحه الفكره؟ عشان بس لو ايه لولا بحر يوسف ما كانش هيبقى في حياه ايه ما كانش هيجيب الطمي في الفيوم، ما كانش هيبقى في حياه في الفيوم. طبعا ايه تحيه كبيره لاهالينا في الفيوم، تمام، تحيه كبيره لاهالينا في الفيوم. طيب
بالمناسبة يعني أنا من فيوم برضو، تمام؟ فأنا بحيي إيه أهلي اللي موجودين في، طبعا جميع الناس اللي موجودة هناك، وطبعا بنحيي أهل مصر كلها. طيب نكمل بس كده، في مشكلة في الكلام اللي إحنا بنقوله ده؟ طيب اللهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا معايا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تمام. وادي النيل والدلتا ومنخفض والفيوم هم اصغر اقاليم مصر، ولكنها اكبرها سكانا، حيث يعيش الغالبيه العظمى في سكان مصر. صح، وعلى فكره جه في الامتحان 2022 النيل بدا يشق مجراه في اواخر مايوسين. صح، انحصار مياه بحر تيثس. بالمناسبه يا جماعه في كان في اواخر عصر مايوسين. صح، تمام. خدوا بالكم في برضه سؤال جه قال لك بحر جيولوجي قديم وغاب اختيارات كتيره جدا، تمام، منها بحر متوسط وبحر تيثس. هو بحر متوسط زمان كان اسمه بحر تيثس، فاحنا اخترنا بحر تيثس، تاء ثاء سين، وده جه برضه في الامتحان العام السابق. تراجعت الدلتا اكتر من 1 كيلو بعد بناء السد العالي. صح، احنا شفناها على الكلام دلوقتي، شفناها في الكتاب من شويه. تلتزم القناه النهريه لنهر النيل الى الشمال من نجع حمادي الجانب الايمن من وديه. قلنا صح، قلنا بسبب قانون فيرل والرياح الشماليه الغربيه. انا كده خلصت الحمد لله. طبعا يا جماعه لو انت حسيت استفدت شير لزميلك. شوف كده اتنين زمايلك محتاجين واعيين، والله انا ناس كتيره بخش على الجروبس على الجروبات كتيره، ناس كتيره والله بتقول احنا واعيين جغرافيا واعيين جغرافيا. فيا ريت يا جماعه يعني ساعدوا زمايلكم، ساعدوا زمايلكم، ادي لهم اللينك بتاع الفيديوهات بتاع المراجعه. هو بس هيراجع المراجعه، احنا راجعنا المراجعه الاولى. طب احنا على فكره عملنا فيديوهين مراجعه، الاولانيه اللي هو المراجعة رقم 1 وفيديو المراجعة رقم 2، ابعتوهم لزمايلكم. طبعا وعملنا دلوقتي اللي هو ايه اللي هو دوت كمان، ناخد بالنا اللي احنا عملناه دوت، ناخد قلنا في اسئله كتيره جت في الامتحان العام السابق في 22 وما جاء وايه، وكان الطلبه داخلين وفوقوا بيه، تمام. انا رحت حتى حاليا العام دوت رحت مراجعات في اكتر من مكان، قالوا لي احنا ما خدناش الكلام اللي انت بتقوله هنا ده. قلت لهم لا، بس جه في الامتحان في العام السابق، فممكن ممكن يحصل نفس الفكره ويجي تاني، يبقى احنا كده غطينا. طب لو ما جاش خلاص يبقى انت عملت اللي عليك، لكن انا ايه اللي يبقى احنا غطينا الموضوع عشان لو جه يبقى انا ايه، يبقى انا مستعد، تمام كده يا جماعه. طيب وما فوجئش بحاجه توترني في الامتحان. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هقول كده يا جماعه سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله العظيم ان تدخلوا كليه التجاره ان شاء الله. قولوا امين في التعليقات. مع السلامه.